نهاركم الشقوى منتج وبداية أسبوع جديدة مليئة بالسلام. سلام الله عليكم أينما كنتم، من المحيط إلى الخليج وفي القارة الأوروبية بالتأكيد. نرجو لكم نهارات مليئة بالجمال. صباح الخير يا إسراء، وصباح الجمال أصدقائي. واليوم بداية حلقتنا ستكون مع الجمال ومع الزهور. تنسيق الزهور فن وله أساليب مختلفة، واليوم رح نتعرف على أساليب تنسيق الزهور الطبيعية بما يتناسب مع عدة مناسبات اجتماعية مع اختصاصية الإبداع المنزلي عبير صالح. دعونا نرحب بها. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك يا عبير. اليوم يعني بدأنا مع الورود معك يا عبير، أهلا وسهلا. لا فعلا صباح الورد والياسمين معك يعني عبير. يعني بالبداية خلينا نحكي فعليا شو الأشياء اللي لازم احنا نراعيها بموضوع تنسيق الزهور، خصوصا اذا حابين احنا ننتك وننسقها منزليا. صحيح. ما نروح عند محل متخصص للتنسيق. هلا اول شغله بدنا نختار الزهور ونحاول نختارها انه تكون يعني جايه فريش من المشتل، مو تكون قديمه لحتى تضل اكبر فتره ممكنه مع يلي بدنا نهديها. الشغله الثانيه المناسبه، يعني اكيد نحن لما بدنا نختار بدنا نعرف المناسبه، اذا كانت لرفيقه، اذا كان لزوج لزوجه، لمناسبه ولاده، لمناسبة مثلا بدنا نروح زيارة مريض. هي الشغلات التفاصيل الصغيرة كتير بتفرق باللون بالشكل بالتنسيق. حلو، طب خلينا نبدا اذا مع المريض، لانه دائما نحن متعارف عليه انه نحن وقت نزور مريض لازم يكون في عنا بايدنا باقه من الورود، لكن لابد انه ناكد انه هي تكون مو نفس الغرفه تبع المريض لانه بتاثر سلبا وبتاخذ طبعا بتسحب الاكسجين. هلا اكيد لما بدنا نزور مريض لازم اكيد نراعي موضوع انه نحن الازهار اللي بدنا ناخذ له اياها تكون مفرحه، يعني باللون الابيض، باللون الاصفر، باللون الزهر، باللون المفرحه اللي بتعطيه تفاؤل، بتعطيه سعاده للمريض. هلا اذا بدنا يعني طيب. نحن ننسقها ممكن بس نشيل المزهريه هاي لطرف هيك شوي خفيف لانه لحتى تكون واضحه للمشاهد اكثر الباقه اللي رح ننسقها. تمام. هلا نحن اخترت ثلاث انواع من الزهور. يلي الزهر حلو، هي نوع من انواع الاقحوان وشقائق النعمان بيقولوا لها او شقار، وديزي هاي اللون الابيض يلي كثير بيعطي لون مفرح بقلب الباقه. وحنحاول ننسقها بشكل دائري. يعني نحن حناخذ اول شيء حناخذ السنتر يلي بدنا ناخده بما انه هو الابيض هو السنتر، وحناخذ بعدين الاقحوان ونبلش بنحطهم بهذا الشكل، ومنبلش ناخذ الخضار نضيف الخضار بيناته. يا سلام. هلا بناخذ هدول شقائق النعمان وبنحاول نعملهم دائره حواليهم. هلا تعودوا على بعض الزهور ما على بالهم يفارقوا بعض. ايه شايفه. هلا بنحاول نحطهم بهي الطريقه وندخل المنتور بيناتهم. هلا فينا نقصقص منه. بتعرفي كثير الالوان راقيه جاي. صحيح. الابيض، ولانه فيه اصفر مع اللون الموف ففعلا معطي رونق جميل جدا. هلا حنحاول ندخل هيك المنتور بيناتهم ونحاول نكمل الشقائق داير مدوره. هلا نحن ما بدنا نخلي شيء نازل لتحت لانه هي بدها تكون دائريه. هلا وبدنا نحاول ندخل الوردات بقلب بعض. نحن نفرفدهم وندخلهم بقلب بعض. لحتى بتعرفي شو الحلو عبير، انه ممكن حتى مثلا لو احنا ما نسقنا بايدينا ورحنا على محلات متخصصه بالتنسيق احنا نوجههم ببعض التفاصيل. كثير حلو، لانه عاده يعني مش كل المتخصصين بهذا او مش كل اصحاب المحلات بيكونوا عارفين مثلا التفاصيل الدقيقه، يعني في منهم انه خلاص بينسقوا شكل جميل فقط. ايه انه انت لما بتكون روحي وانت عارفانه شو طالبه وشو الاشياء اللي بدك اياها وكيف بدك تختاريها، طبعا كثير بتفرق الباقه لانه اكيد بتعطيها من شخصيتك. يعني انت ما بتتركي شخصيتك اللي عم نسق هو اللي يعطيك يحطها. هلا هي هيك صارت تقريبا. طب حتى لو ما كان التنسيق بهذا الشكل، هل برايك انه ممكن الالوان اذا كانت ذاتها بيكون جيد طبعاً بطبيعتها؟ طبعا. هلا في انواع ورود طويله مثلا ممكن يكون بشكل مستطيل يعني هيك طوالي، ممكن تكون بشكل متناظر يعني نحن نقسم بالنص ونحط بنفس الطريقه بالطرفين. حلو. هلا تقريبا هيك صارت جاهزه لحتى نطلع بقى هلا الورق واللفه فيها. هلا الورق هو بقى يلي بيعطيكي القيمه المضافه للورق. يعني انت لما بتحطي ورق بسيط وما بتكوني متعذبه فيه او هيك بس لففتيها لفه بشفاف يلي بلفوها بتضل الباقه بسيطه.
يعني ما بتضل الباقة عندها هيك غنى فيها. أما لما بحطها أنا مثلا بلفها هلأ مثل ما هنلف بأكثر من لون كتير بتفرق. هلأ هنخلي هيك حب يساعدك خلص عبير قدها طيب بس للفها هي هيك باللزق حبيت باللزق ايه كمان لف يا علا طيب تمام هلا هي الباقه نحن ما بدنا اياها هالقد طويله عشان هيك شوي بدنا نقلمها وبنحاول نقلمها بشكل زاويه 45 درجه لحتى تاخذ اكبر قدر ممكن من المي وتضل اكبر فتره ممكنه يعني ما نحاول نقصها هيك مستطيله حلو زاويه بالورب احنا بنحكيها او قطري ايوه بالورب يعني شيء 45 درجه ووقت بدي انا اعطيني فيها يعني نصائح للي بيجيهم باقات ورد يحطوا بالمزهريه معلقه لكل لتر مي معلقه سكر وعصره ليمونه مشان نوازن المحيط تبع الورد وبتساعد للحفاظ عليها يعني بتساعد يعني لشيء اسبوع تقريبا كويس خليكي ماسكتيها شوي يا سلام فعلا الوانها كثير راقيه بما انه زهر كمان أنا بيعجبني إنه الخضار بيعطي حجم للوردة إنه عادة بتعرفي بتكون هاي الورود مكلفة في بعض الأماكن فتباع بالوردة أو بالحبة مثل ما بيحكوا فعادة الخضار بيعطي حجم حلو يعني في حال إذا كنا حابين إحنا نكبر بحجم الوردة هلا جينا للتغليف هلا جينا نحن عنا أول طبقة من التغليف يلي نحن هي مو ملونة نحن حنعطيها وسط أبيض يعني داير مدورة كلها أبيض بعدين بنعطيها اللون التاني حلو. هلا هي الورق بنلاقيه كمان عند تبع المحلات الورد هنلفها هيك بالمايل حلو واذا هيك شايفين هيك بنحاول تعمل لي بهي الشكل مثل المروحه حلو ومنبلش بقى اكثر من ورقه رائعه طلعت بهذا الورق الابيض صراحه كتير بيعطيها هيك رقي وبيعطيها شكل لون حلو هلا هي هيك طبعا في ورده من تحت نازله بس ما هي الورده هلا بنحطها هلا بنشتغل فيها ما تكون موجوده بالباقه هي الورده اي لا بس هلا شوفوا كيف بدنا نستخدمها بطريقه كتير حلوه بدنا نسكر فيها الورد اذا بدك علا تساعديني شوي طيب هلا حنلفها طبعا فيكي انت تضيفي قد ما بدك ورق ابيض من هذا اللون دايره يعني تكبريها اكثر حلوه كثير هلا هيك ناعمه وبسيطه وبنفس الوقت راقيه اربطها اي اربطيها هلا اجينا للورق يلي كمان حيعمل لنا فرق سلام على الورق انا اخترت اللون الخشبي العادي بصراحه بحسه دائما بيعطي كثير رقي لكل الاشياء يلي بتحطيها طبعا ورقه مستطيله بهذا الحجم وهي بقى مع الممارسه ست البيت بتصير عندها هيك نظر كيف تلفه حلوه قطعها دفى بذات الوقت اللون البني بس مو خبيناها زياده عن اللزوم هيك لا لازم هي تكون هي. انزل شوي ولا تمام تمام طيب هلا كمان حناخذ هي ورقه صغيره حنلفها مثل المروحه بس بثلاث المراوح اللي كنا نعملها بتتذكروها نحن وصغار صحيح هيك بهذا الشكل تمام وحنحطها هون لحتى نسكر فيها بهذا الشكل ونرد ناخذ وحده ثانيه بنفس القياس برضه مروحه يعني شغلات بسيطه انا حاولت انه يعني بسط الفكره لحتى ما الستات البيت يستهجنوها يعني انه صعبه انه انا نسق ورد هلا كمان بدنا هذا الطرف اعتقد اوكي يمكن حتى المقص بهذاك الطرف ما بعرف قديش هي كافيه كمان هلا هلا بدنا نحط لها نحن بالاخير اللون يلي بيناسبها الزهر الشريطه بس لحتى نخلص اخر طبقه
هتقولي لي طبقاتها كثير، بس هي عن جد بتعطي هلا هي اخر طبقه رونق رونق. هنجيبها ونجيب كمان هدول موجودين عند بياعين المحلات كمان مستطيل، وحاب اعمله بهي الطريقه. يعني هي المبدا مستطيل وبهذا الشكل، نعمله بشكل متني بشكل غير منتظم تقريبا. طب هلا لحتى يحافظوا عليها السيدات، يعني بعض منهم ممكن بيحطوها مثل ما هي بالمزهريه لا بقلب المي، وبعض الناس بيشيلوها. انت لا هلا نحن يعني اذا بدنا نحافظ عليها بدنا نقيم هدول الطبقات، لو تركنا الابيض معليش بس هدول الطبقات بدنا نقيمهم مشان ما يحلوا عليها. أكيد. لانه الابيض نحن رفعناه ما حطيناه على الصاف من تحت. اما هدول كلهم بقى ممكن ينزلوا مواد ضاره. الشغله الثانيه اللي حتى يحافظوا عليها لازم ما يحطوها ابدا بمكان فيه شمس. يعني هلا ستات البيوت بيحطوها قدام الشباك قدام مجرى هواء، هذا الشيء ابدا ما بيكون مناسب لها. لانه اذا حطيناها بهي الطريقه الورده يعني بتدبل بسرعه. شغله ثانيه، اول ما بنحس انه في ورده ماتت نقيمها، لانه يعني الورود الميته لا بتفرز غاز بالمي بتاثر على الورود الحيه. هلا هيك سلام. صارت عنا البقى تبعنا فعلا بقى جميله. لو اعطت هيك يعني مشهد كلاسيكي انا كثير بحب الكلاسيك. عن جد كثير لطيف البقى فعلا تحلو الزهر روعه يعني. شكرا على الباقة الجميلة. هلا هي اللي ماتت الورده اللي عنا، مو قلنا بدنا نحن نشتغل حلوة فيها. حلوه كثير. عنا منشور ثاني اضافي وهي انا كثير بحبها لكل الباقات. لما بجيب باقه بتركها عندي وبلفها بهي الطريقة، باخذ باقات صغيرة بحطها على صينية القهوة. انت إلك عبير بهاي هيك التفاصيل الجميلة. طبعا يعني الواحد بده يشرب فنجان قهوة مثلا كثير حلو يشربه هو هيك مبسوط فيه عم بيشم ريحته عم يحط. وكمان فينا نعملها انه نحطها هي نفسها يعني اذا كان عندنا نحن عم ننسق الباقة نزل منا وردات بس شوي علا تفضلي نحطها ونحطها هي هيك. حلو تمام. جميل. يعني هي كمان بتعطي كثير منظر حلو، وانه انت كل الورد بتستفادي منه وبتقيمه يلي عم تهديها اياه وبتشربه مع فنجان القهوه. طيب خلينا نيجي نحن هلا للمعضله العظيمه، مساله اهداء الورود ما بين المحبين والازواج والشركاء. يعني عاده يمكن الصوره النمطيه ماخوذه انه لازم يكون ورد احمر او ورد الجوري الاحمر. السؤال اللي بيطرح نفسه قبل ما نبلش يعني التنسيق، انه هل بالضروره يكون بالفعل الورد الاحمر هو يعني هو اللي اخذ المشهد هو المسيطر فيه هو اللي اخذ المشهد كامل صحيح. هلا يعني هو هذا اللي متعارف عليه، بس ممكن يكون الوان الزهور اللي بيحبها الشخص الثاني. يعني بما انه بيكونوا محبين او ناس او رفقات او ناس قريب لبعض حيكون بنعرف نحن شو بيحبوا. طالما بنعرف شو بيحبوا نحن ممكن نجيب الورده اللي بيحبوها. ممكن يكون هو يحب اللون الاصفر، ممكن اللون الزهر الفاتح، ممكن صحيح. الموف. يعني هي هي الشغله. هلا هناخذ للازواج للاعياد الميلاد او عيد الزواج مثلا هناخذها بس هنلفها بطريقه مختلفه بغير هي الطريقه اللف، وحتكون كثير سهله لكل الستات وبيقدروا يشتغلوا فيها. هناخذ قطعه كرتون بنجيبها من المكتبات كثير متواجده مربعه بس بدنا اياها. نعم. هنلفها بطريقه البوق يعني مثل الإمع هيك. فعلا بس اغلب الهدايا هيك بتندف للازواج او حتى للزوجات. هناخذ بهي الطريقه ليش؟ لانه بتكون اقل يعني ورده او وردتين ممكن ورده او وردتين هو يعني اكيد بيكون في معه ايام هديه. يعني هو تعبير رمزي انه على المحبه، والورد كثير بيعطيكي احساس انه الشخص الثاني مهتم فيني بحبني. يعني اضافه للهديه ممكن جايب لي ورده. هي الشغله. هلا نحن عندنا هذا الشكل حنثقب هون. حلو بس حنثقبها هي لانه ما لها حابه تزبط. تمام. وحنثقب من على الطرف وحندخل الشريط الورق يلي بدنا نحطه عليها بقلبهم. ذهبي يا سلام.
بقلب هدول الثقوب يلي نحن عملناها هنحاول نعملها مثل مسكة أو شيء هيك مثل شنطة يعني بدها تكون. هاي طريقة جديدة فعلا. هاي طريقة جديدة. بدنا نحاول نغمق لجوا لحتى ما تنشق الورقة معنا. هلا هيك صار شكلها. وحنعمل ببيون هون. حلو. طبعا هي هون الشرايط على اي لون بيحبها او بتحبها الناس اللي عم نهدي لهم اياها ممكن نساويها يكون اللون تبعها. عم بقصها بالماية مشان تعطي هذا هلا صار جاهز عنا الباقي الورد. هلا صفى بقى بس ننسق الوردات. هناخذ كمان الابيض. بس خلينا نحاول سريعا قدر الامكان. كمان حناخذ نتنية وناخذ الوردة هي الوردة الحمراء. وجبت شيء معاها هيك بلائمها. يعني هي تنسيقتها سريعة لأنه وردة واحدة وجهزنا البوكي. يعني صار البوكي جاهز ما حنشتغل فيه كثير. هلا هيك صارت. كمان حناخد بدنا تساعديني بساعدك ممكن بس قولي لي اوكي. تمام من هون. تمام اوكي. كمان واحدة. كمان واحدة. هلا بنظبطها بهي الطريقة. وبنحطها هون. يا سلام. صارت عندي كثير حلوة الفكرة انه هيك بتحمليها. التعليق اعطتها رونق خاص بجد. انه يعني عن جد لذيذة انت يا دائما في عندك هيك لمسات خاصة. صحيح. يعني بتكون يعني على الرغم من انه يعني يمكن هذا الشيء متعارف عليه وموجود وين مكان لكن هي هاي اللمسة الخاصة يمكن تميز شخص عن اخر. تمام. يعني صراحة هي راحت منها. لازم نحطها. طيب لازم نحطها. انبسطنا كثير. يعني ممكن على فكرة حتى هذا الشكل من الورد أحيانا ممكن يستخدم برضو بالمناسبات المتعلقة بالزواج وما إلى ذلك. يعني ما في مشكلة. وحتى باقات العروس مثلا هذا يعني كله فينا نستخدم. بس انا حبيت هي انه اذا بدها تهدي زوجه زوجها او الزوج يعني ما يلاقي انه في صعوبه انه كيف بدي يجيب الباقه ممكن هي ما يقدر يساويها بسهوله بده اكثر من مره. اما هي كثير شغلتها سهله. يعني الورق الابيض هذا موجود بكل المحلات وقت بده يشتري الورده وهي كرتونه بس بهي البساطه. هي يمكن خلينا نقول رساله لكل الازواج والزوجات انه ورده واحده بتكفي لحتى تعبر عن الحب ما بالضروره باقه كامله. شكرا كثير لك ولوجودك معنا اليوم لكل هالابداع بهذا الفن. شكرا لك عبير صالح.